وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد رامي صالح وريكات العدوان، عميد السلك الدبلوماسي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين. نرحب بك معنا سعادة السفير في نشرة الثامنة، ونود أن تحدثنا عن زيارة جلالة ملك البحرين إلى الأردن. يسعد مساك أخي العزيز، بارك الله فيك وأشكرك على هذه الاستضافة الكريمة. سيد العزيز، تعكس زيارة الضيف الكبير جلالة الملك حمد بن عيسى إلى المملكة الأردنية الهاشمية ولقائه مع أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين أهمية عالية، وتعكس الروابط الوثيقة ما بين البلدين. وكما تعلم هنالك دائما توافق حيال القضايا الدولية والإقليمية وعلى ما يجري في ظل الظروف الحالية الصعبة والتصعيد في المنطقة. وهنالك دائما توافق وتطابق حول أهمية أن يعم السلام بالمنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية القضية المركزية. نعم سعادة السفير، لا شك بأن العلاقات التي تجمع مملكة البحرين بشقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية هي علاقات نستطيع أن نعبر عنها بالقول بأنها منقطعة النظير. هل تحدثنا عن هذه العلاقات؟ سيدي العزيز، العلاقات الأردنية البحرينية هي علاقات مميزة، وهي تشكل أنموذجا للعلاقات الثنائية والعربية. أرسل عائمها سيد مولاي جلالة الملك عبد الله وأخيه جلالة الملك حمد، وهنالك تنسيق وتعاون في شتى المجالات ما بين المملكتين الشقيقتين. نعم. وهي علاقات تاريخية راسخة منذ أمد كما تعلم. وهنالك تنسيق حياة في مختلف المجالات ما بين البلدين. والآن يسعى أصحاب الجلالة إلى خفض التصعيد في المنطقة وأهمية وقف العدوان على في غزة، وضرورة أن تكون إمداد الأشقاء هناك بالمساعدات الإنسانية، وأن لا حل ولا استقرار ولا سلام في المنطقة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية. نعم سعادة السيد رامي صالح وريكات العدوان، عميد السلك الدبلوماسي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين، شكرا جزيلا لك.